ما رأيكم في غطاء الوجه والكفين؟ هل هو ضروري للمرأة؟ وإذا لم تغطي المرأة الوجه والكفين هل تحاسب بأنها عورة؟ القول الراجح من أقوال العلماء الذي دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأن ذلك هو الحشمة والبعد عن الفتنة. ولهذا نرى أن البلاد التي تطبق ما دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح فتغطي المرأة وجهها، نجد أن هذه البلاد أبعد البلاد عن الفتنة وأسلمها من الشر. فنصيحتي لأخوات المسلمات في كل مكان أن يتقين الله وأن يسترن الوجوه وأن يبعدن عن التبرج وعن الفتنة، فإن المرأة مسؤولة عن كل ما تكون سببا له من الشر والبلاء. نعم.